اوكي، راح نجي نسوي تطبيق عملي للعمل مع البايثون. فمثل ما تكلمنا، شوفوا انه اني هسه مستخدمه البايثون اللي هي الفيرجن 3.8.1، وهاي الشال اللي اني راح اشتغل عليها نزلتها من الموقع الرسمي للبايثون، يعني بس اكتب بجوجل python.com، واني هذا شارحته في محاضره سابقه. تشوفون هنا هذه علامه، شنو معناتها؟ البايثون منتظرني انه اني انطي له يعاز، انه اني انطي له امره. اوكي، ايش راح اقول له؟ راح اقول له x اللي هو متغير x، x equal 3. اوكي، x equal 3 انتر. صار شيء؟ ما صار شيء. اوكي، لكن بالحقيقه هو شنو اللي صار؟ البايثون راح حجز مكان بالميموري سماه x وخلى b شنو؟ قيمة 3. فساني إذا أريد أطبع x، إيش راح أقول له؟ راح أقول له print بين قوسين راح أخلي x. أوكي؟ إذا أريد أطبع المتغير القيمة مالته ما أخلي علامة الاقتباس. أوكي؟ راح أقول له enter، إيش راح ينطيني؟ راح ينطيني 3. أوكي؟ إذا قلت له x تساوي x plus 4، راح ايش راح اسوي هنا؟ راح ازيد قيمه الاكس بشقد؟ باربعه. راح اقول له print x لازم شو ينطيني؟ ينطيني 7. اوكي، اذا قلت له print x ايش تتوقعون هنا ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني x. اوكي، ما انطاني قيمه x، ليش؟ لانه انا هنا شنو عاملة x هنا؟ اي شيء بين هذه الكوتيشن هو شو يعتبرها؟ يعتبرها string. شلون اقدر استفاد من عندها؟ مثلا اقول له print x equal، خلي space واسد الكوتيشن، بعدين اخلي فارزه، بعدين اخلي متغير x. هنا ايش راح يطبع لي؟ راح يقول لي print، ايش راح يطبع لي؟ x equal 7. بس لو تلاحظون هنا اشرح كم سبيس عندي؟ 1 وعندي 2. ليش عندي 2؟ لانه البرنت هي تنطيني سبيس. اوكي، واني خالي هنا سبيس، فصار عندي 2 سبيسز. خلونا نمسح هذا السبيس. اوكي، خلينا نقول برنت سوري اكس ايكوال. اوكي، راح انطي اكس شنطة هنا، شوفوا سبيس 1. ليش؟ لأن برنت هي شنو تخلي لي هنا؟ تخلي لي السبيس. طيب إذا قلت له x equal hello، أنا هنا شنو نطيت؟ عرفت قبلها، خلينا ناخذ التايب. نشوف شنو التايب مالت الاكس. التايب مالت الاكس شنو؟ انتجار. عافية، ليش؟ لانه احنا انطيناه شنو؟ 3. اوكي، اذا قلنا له مثلا الاكس ايكوال اكس و خلينا نقول واي، حتى لا تتغير عندنا الاكس، اكس واي تساوي اكس تقسيم 2. اوكي، انتر برنت الواي، ايش قد راح ينطيني هنا؟ الاكس ايش قد قيمتها؟ عافية، 7. 7 تقسيم 2 3 ونص، صح؟ طيب اذا قلنا له تايب الواي راح ينطيني فلوت. ليش؟ لانه هذه هي قلنا القسمة دائما شو ترجع لنا؟ ترجع لنا فلوت. طيب اذا قلت له الواي تساوي الx remainder 2، يعني ينطيني باقي القسمه، فاطبع لي الواي ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني المتبقي اللي هو الواحد. طيب هذه اذا انا شنو؟ اذا انا قاعد اتعامل بشكل مباشر. اوكي، هنا أنا هذا بشكل مباشر مع الشال. اذا انا اريد اكتب البرنامج وانفذه،
اللي هو اني اللي احنا راح اطلبه من عندكم ك يعني بالواجب. اوكي بالواجب شلون اسوي؟ راح اروح على فايل و نيو فايل. هنا ايش راح ينطيني؟ راح ينطيني نيو فايل. فبداخل هذا الفايل انا راح ادي اكتب داخل الفايل مالتي. انا شو راح اسوي؟ راح ابدي اكتب. اوكي طبعا في اول شيء انه احنا نسوي انه احنا نخزنه. ففايل لازم نخزن البرنامج. فراح اقول فايل و سيف. راح اعطيه اسم اللي هو مثلا first program. وراح نختار مثلا المكان اللي احنا نخزن به. دائما تحاولوا انه تخزنون باماكن معروفه. يعني راح اسمي هذا exercise 1. اوكي وهذا خلينا نسميه exercise1.py. اوكي لا تنسون .py حتى يخزنها ك ملف بايثون. ف سيف راح تشوفون ان هو شنو .py. فاذا هو ملف بايثون. طيب خلينا نجي نقول نبدي البرنامج. تشوفون هنا انا لا احتاج هاش انكلود، لا احتاج مين، مباشره اكتب. راح اقول له مثلا x تساوي 5 y تساوي 6 print print x plus 6. شوف ياخذها sorry print x plus y. okay print x plus y. راح اسوي له run. راح اعطي طبعا لازم اول مره اسوي له save من بعدها run. راح تشوفون هنا أنا انطاني النتيجة اللي هي 11. اوكي اللي هي 11. لو انا جيت غيرت مثلا الواي سويتها 7 وهنا أنا سيف. دائما لازم احنا نخزن سيف وران. ران موديل راح يجي ينطيني شنو هنا أنا صارت 12. اوكي وهكذا. فبهذه الطريقة احنا نكتب البرنامج اذا اريد ان اتعامل مع الشيل مباشرة او اكتبه كبرنامج وبعدين انفذه. لكن بكل الاحوال اللي يستخدم الموبايل احنا نزلنا الابليكيشن اللي نستخدمه بالموبايل. من تسلمون الاسايمنت مالتكم انا اريد اشوف البرنامج واريد اشوف التنفيذ. اوكي يلا شكرا لكم توفيق.